بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان إزالة حالة عدم تعيين دالة أسسية رقم 16. إذا لننطلق على بركة الله. هنا أبنائي، لو نعوض تعويض مباشر، يعني هنا بالمال نهاية والمال نهاية والمال نهاية، أكيد سوف نجد مال نهاية في هذه، تعطي لكم كم؟ تصبح صفر، وواحد على المال صفر، أسسية صفر هي واحد ناقص واحد، وتساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا مال نهاية في صفر، وهذه حالة عدم التعيين، لأن الصفر في المال نهاية حالة عدم التعيين. الآن ما رأيكم أبنائي لو نضع هنا تبديل متغير ونقول نضع تي يساوي لنا واحد على إكس، ومنه إكس ماذا يصبح؟ يساوي لنا نقلب هذا وهذا، نقلبه، نقلب كل واحد على الآخر، فيصبح لنا ماذا؟ فيصبح لنا إكس يساوي لنا واحد على تي. الآن إذا كان الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، تخيلوا نأتي بهذه القيمة ونضعها هنا، ماذا يصبح؟ تصبح واحد على المال نهاية اللي هي صفر، معناه يصبح تي يؤول إلى صفر. الآن تعالوا ننطلق الآن في عملية التعويض. يصبح لنا أولا ليميت التي قلنا يؤول إلى الصفر، تصبح لنا في مكان الإكس نعوض بواحد على تي هنا، ونعوض بها هنا. أما ماذا؟ أما واحد على إكس نعوض هنا بتي، فتصبح لنا هكذا، فتصبح لنا واحد على تي في أسية تي ناقص أسية واحد على ماذا؟ على واحد على تي ناقص واحد. لم أفعل شيء يا أبنائي، إنما عوضت في مكان الإكس بواحد على تي، فتصبح تساوي لنا ليميت واحد على تي في أسية تي، هنا نوحد المقام، هنا تي وهنا تي، وتصبح لنا هكذا ناقص أسية واحد، وهنا خط الكسر الكبير، وهنا واحد ناقص تي الكل على تي. فماذا يحدث يا أبنائي؟ تصبح لنا لما تي ما زال يؤول إلى، قلنا إلى الصفر، تصبح تساوي لنا ليميت واحد على تي في أسية تي ناقص، هنا عندنا كسر على كسر، هذا يبقى، معناها تصبح لنا كتابة هكذا، واحد في ماذا؟ في تي على واحد ناقص تي، ما زال قلنا تي يؤول إلى الصفر. نتابع الآن، فتصبح تساوي لنا ماذا؟ فتصبح الكتابة اللي هي ليميت أسية تي ناقص أسية ماذا؟ تي على واحد ناقص تي على تي لما تي يؤول الآن إلى الصفر. نتابع جيدا. الآن أبنائي لو نعوض، ركزوا، نعوض، نعوض هنا بالصفر، وهنا بالصفر، وهنا بالصفر، فماذا نجد؟ نجد أسية صفر هي واحد، وهنا تصبح لنا صفر على، وهنا بالصفر تصبح لنا صفر على واحد، صفر على واحد هي صفر، معناها تصبح لنا أسية صفر اللي هي كم؟ واحد على صفر، اللي هي صفر على صفر، حالة عدم التعيين. الآن كيف نزيل لما تكون لنا صفر على صفر؟ هذه قاعدة احفظوها يا أبنائي، لما تجد صفر على صفر، والعبارة ليست كثير حدود، إنما عبارة لدالة أسية، فاعلموا أن هنا العدد المشتق، لاحظوا، فتصبح لنا هكذا ليميت اف لتي ناقص اف لصفر على تي ناقص صفر لما تي يؤول إلى الصفر، ركزوا جيدا، تساوي اف فتحة لصفر. ركزوا أرجوكم. الآن ما هي الاف لتي وما هي الاف لصفر؟ اف لتي أبنائي لو نلاحظ إلى اف لتي هي هذه كليا، هذه هي اف لتي، إذا اف لتي تساوي لنا ماذا؟ أسية تي ناقص أسية تي على واحد ناقص تي، هذه. ما هي الاف لصفر؟ الاف لصفر أبنائي هي نفسها صفر. يقول أحدكم لماذا؟ تعالوا نعوض هنا بصفر، عوض هنا بصفر، صفر صفر صفر، تجد لنا واحد ناقص واحد اللي هو كم؟ صفر. إذا اف، اف لصفر أبنائي كم قلنا؟ إذا اف لصفر تساوي صفر. ماذا تقول القاعدة؟ تقول تساوي لنا اف فتحة لصفر، معناه نذهب إلى هذه العبارة ونقوم باشتقاقها، فنقول اف فتحة لتي تساوي مشتق الأسية، هو نفسه الأسية، أسية تي ناقص مشتق دالة الأسية، هو مشتق الذي هنا في الأس في العبارة، مشتق الذي في الأس، تصبح لنا ناقص، نشتق قلت تي هكذا،
على واحد ناقص تي مشتقه في العبارة، نعيد كتابتها اللي هي تي على واحد ناقص تي، لم أفعل شيء حتى الآن، أبقى مع المشتقة، فتصبح إف فتحة لتي تساوي لنا أسية تي ناقص مشتق تي على واحد ناقص تي، بما أن الدالة ناطقة تصبح لنا مشتق البسط مشتق تي اللي هو واحد في المقام ناقص مشتق المقام. مشتق المقام لو نلاحظ هذا مشتقه صفر وهذا مشتقه كم؟ ناقص واحد، مع الناقص يصبح لنا زائد واحد في ماذا؟ في البسط على المقام مربع اللي هو واحد ناقص تي مربع، فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا العبارة أنه هذا لما ينشر إلى هنا، معناها تصبح لنا هكذا واحد ناقص تي زائد تي على واحد ناقص تي الكل مربع، يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا واحد على واحد ناقص تي الكل مربع. إذا تصبح لنا هنا ماذا؟ واحد على واحد ناقص تي الكل مربع في أسية تي على واحد ناقص تي، هذه القاعدة. الآن لما اشتقيناها معناه ما علينا إلا أن نعوض بالعدد صفر، ذلك هو النتيجة. إذا عوض هنا بصفر وهنا بصفر عفوا وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر، فتصبح لنا أسية الصفر اللي هي واحد ناقص واحد على هذه تعطيكم واحد مربع هكذا، في وهنا تعطي لكم أسية صفر لأن صفر هنا تعطيكم صفر على واحد اللي هو صفر، أسية صفر هي واحد، وتصبح لنا واحد ناقص واحد لأن هذا يعطيكم واحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر. إذا ما هي النهاية الإجمالية لهذا الشيء؟ إذا أعطت لنا هنا كم؟ صفر. لاحظوا أبنائي، نعود الآن إلى نقطة البداية ونقول وجدناك صفر، بما أن هنا لاحظ انطلقنا من ما لا نهاية وجدنا عدد معلوم، فنقول إيغريك يساوي صفر مستقيم مقارب كيف هو أفقي بجوار ماذا؟ الزائد ما لا نهاية، بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية أرجوكم، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.